سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير، صحة لاباس؟ كيف عاملين مع الأجواء ديال الصيف والحرارة؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة إن شاء الله، وكلكم كلكم إن شاء الله تكونوا مزيانين. المهم هذا الفيديو هذا غنعمله بلا مونتاج بلا شي حاجة، غنهضر عفوية، ومهم تقبلوا الهضرة ديالي. اصلا صراحه غنصور هذا الفيديو، ما كنتش اصلا عاوله غنصوره حيت شحال هذه ما نزلتش شي فيديو في القناه ديالي. قلت علاش ما بارطاجيش هذا الكوموند اللي كومونديتها من مدينه مراكش العزيزه عليا، اللي عمري ما شفتها الصراحه، عمري ما مشيت لها، واللي كنتمنى ان شاء الله قريبا نمشي لها. مدينه اللي جاوا الناس من على برا، الاجانب والسياح اللي كيشكروها، وحنايا اللي الناس ديال البلاد ما شفناهاش الصراحه. كنتمنى خليو لي كومونت تدعيو معايا يتحقق لي هذا الحلم ونمشي مراكش ان شاء الله. واخا هو صراحه بالنسبه للناس اخرين بسيط، ولكن انا ما كيكتبليش سيدي ربي نمشي. المهم البنات، دخلت في موضوع اخر ديال نتشكى عليكم ونطيب لكم قلبي قلبكم بالشكاوي ديالي. باش ما يجيش الفيديو طويل، نخليكم مع الفيديو ومع هذا الكوموند اللي جاني من الحبيبه مراكش. ها هو، مهم داكشي تقليدي مزيون، كنتمنى يعجبكم وخليوا لي رايكم في الذوق ديالي، واش هادشي مزيون ولا لا. يلا على بركه الله نفتحوا هاد السنيديقه ونشوفوا بحالي بحالكم. انا بدي ما عرف، المهم شفتوا في الفيديو، دابا غنشوف هادشي هذا مباشره. مهم كنتمنى يعجبني ويعجبكم بجوج. بسم الله، شوفوا البنات هاد الصندوق خرطي شنيا، شوفوا هاد مكتوبة فيها طنجة. ها البنات انا من طنجة. المهم حيدو هادو، شوفوا البنات شوفوا، انا غنصور لكم هادشي بالتفاصيل ونفتح هادشي. المهم هادشي تقليدي مغربي 100% البنات. المهم انا غنصور نفتح هادشي وانتوما معايا. نبدا معكم بهذا البنات، شوفوا شوفوا لا زواقه فيها البنات، يجيني مع الصالون حيت انا اولا ان شاء الله نعملها مع تفريشه تقليديه، حق شو تزوقها يجي مع الصالون. واو، المهم انتما معايا. ما شاء الله ما شاء الله، شي غزال البنات. المهم الى عجبكم هادشي، شوفوا البنات هادشي ماشي اشهار طبعا، لان انا اصلا قناتي صغيره ماشي ديال الاشهارات، بس غير نبارطاجي معكم هاد التحف. المهم الى عجبكم هادشي نخلي لكم المره اللي شريت من عندها، شي غزال. باقي نوريكم الطريبشات ديالي البنات، هادو البنات شوفوا شوفوا عدي التحف، حق الله كيحمقوا، ما قالوا لا مراكش حتى مراكش. ها احنا وصلتنا البركه ديال مراكش، باش ان شاء الله يكتبنا نمشيو لمراكش. ما شاء الله تبارك الرحمن، والله بنات اسمحوا لي هادشي ملون مزيان عندها بسلوفان، اسمحوا لي الا جا الفيديو شويه طويل. المهم بحال اللي جالسين معايا، والله والله الطريبشات هادو مزيانين تبارك الله ما شاء الله. واو والله يا البنات هادشي يستاهل الصراحة نشاركو معاكم شني هاد الطربوش هدا، وصار مطبز شوية. المهم خاصو غير يتعوض وصافي. بداتي نصور لكم كل حاجة، نصور لكم بالتفاصيل البنات. واو ما شاء الله، شو كي حمق. انا عارفه واحد اختي غتشوف هادشي غتقول خسر حالو. واو حبيتو البنات، اسمحوا لي انا بدي كنشوف هادشي بحالي بحالكم، عليها منبهره هيدا. المهم هذا وصل شويه مطبز، تنعوضو حق واعر واعر هادشي. المهم انتوما معايا،
لكم هذه البنات، هاد الصينيه هذه بلاتي بعدا، هذه صينيه البنات، صينيه بالرجلين هيدا. المهم تاع صوركم بالبراد وكيسان. غنعمل لكم اليوم الصواب كامل السياده، نحسبكم بحال ما جينا عندي ضيف. واخا الصراحه ما غتساعوليش في التصويره ديالي، ولكن نعمل لكم على راسي الحبايب ديالي. مرحبا بكم. لا لا غزال غزال والله الا هذا بلاطو كبير شاع غزال هادشي. تبارك على بلادنا وتقاليد بلادنا، هادشي غزال متقون شاع. هادي البنات هنا يجلس البريرد والكيسان ديالو ديك اللعيبه. بلاتي هادي البنات، بلات هادي التويشيه اللي كتغطي به البراد، كتغطي به البراد والكيسان. هادي من الصباح وانا كنهضر يا البنات ونصور، فالاخر طلعت ما عندناش بلاي ناري. ساليت بدري غير بوحدي كنهضر حال حمقه. المهم قلت لكم البنات هادي هذا المنطيل ديال الجلد، عرفتي كيحمق كيتمسح، يعني تقدروا الا مثلا عندكم الوليدات في الدار بستيلو ولا شي حاجه تقدر كيتمسح ماشي دتو. وهادو مانطيلات السريبيتات، هادو السريبيتات فيهم نفس النقش ديالهم، شوف ماشي التحف عباد الله. هادي والله البنات تدلو على التعب ديالي، حيت حالي بحالكم هادشي كنفتحو، حيت عاد كنشوفو حتى انا لان كنت كنشوفو غير في الفيديو. الله تبارك الله، وكيل النص كبير غيقول لي لي غيشوف هاد الفيديو غيقول لي السك ديال هاد السيده اللي شريت من عندها تبارك الله عليها. شتو هادو مانطيلات هادو ديال التوب بالحق، هذا ديال الجلد ومنو جوج وكبير البنات، عرفتي عرفتو كبير، وفي القناتي ديالو هاد شويشات هادو بحال اللي في هاد اللعيبه. واو ما شاء الله. المهم نوريك لكم، المهم من جوج جوج ديال المنطيلات. انا داي ديك الصينيه خصني نحط فيها الكيسان والبراد، وخا صراحه ما عنديش الكيسان اللي غيجيو مزيونين في هذاك البلاطو، ولكن غنجرب غنجرب كيفاش غيجي بالبراد وديك اللعيبه. يلا بنات والله حتى متحمسه بزاف، هادشي كيحمق تبارك الله ما شاء الله. ها انتم البنات بالكيسان وهذه كيفاش كتجي، عرفتوا البنات كيسان اللي عندي ما مناسبش ما مناسبينش هاد اللعيبه هذه، حيت تخيلوا البنات ديك اللي كتكون بكيسان بالالوان، ديك كيسان بالالوان غيجيو فنين. شتو كيش كنتيشا. يلا مرحبا بكم البنات، كيش كيعجبكم اتاي حلو ولا مسوس؟ ها حتى هادي ديال السكر متا هنايا، حيت خصها كيسان بزاف. شتو البنات يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن. مهم البنات بغيت غير نبارطاجي معكم هذا الفيديو، ما فيه والو، فيه غير هادشي هذا تقليدي صراحه ديال بلادنا مراكشي 100%. مهم خليكم ونقول لكم شكرا بزاف، كنتمنى حتى نتوما يكون عجبكم. خلي لي الراي ديالكم في كومونتير تعاليق، والسوينيه ديالنا اللي قلت لكم صراحه كيسان، تخيلوا حيت لو كانوا ان شاء الله يا ربي شي كيسان بالالوان ديك كيجي حمار صفار خضر شي بريرد اخر مذهب، هذا نقري ما جاش حتى هو، وانا غير جربت البنات. شوف كيفاش كتجي جالسه على الرجيلات ديالها ما شاء الله فنه صراحه. وبغيت نقول لكم شكرا بزاف وبسلام عليكم، وانا توحشتكم وطلت عليكم بهذا الفيديو صراحه اللي ما كنتش ناويه نعملو. وبسلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله. حلو شرجمكم.